أشاد مجلس الوزراء في بيان له ببسالة وكفاءة قواتنا المسلحة المشاركة في عملية تحرير الحديدة ومينائها في إطار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك استجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية. وأضاف المجلس أنه إذ تستند هذه العملية إلى مطالب الحكومة الشرعية اليمنية وإلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإنها تهدف لوضع نهاية للممارسات العدوانية للميليشيات الحوثية تحقيقا لاستقرار اليمن وشعبه الشقيق. في التقرير التالي نستعرض آخر المستجدات في عملية النصر الذهبي لتطهير الحديدة من الميليشيات الإنقلابية. تتواصل المعارك أرضا في جبهة القتال بين القوات المشتركة المسنودة بدعم التحالف العربي من جهة وبين ميليشيا الحوثي الإنقلابية من جهة أخرى. أعباء جديدة أضيفت للإنقلابيين في جبهة الساحل الغربي بعد تكبدهم خسائر كبيرة وانهيارات في عمق محافظة الحديدة شمال منطقة الدريهمي، بعدما شنت القوات المشتركة هجوما على تحصينات المتمردين بالتنسيق مع قوات التحالف العربي تهدف إلى استكمال التحرير والسيطرة على مطار وميناء المدينة. اقتحام ميناء الحديدة ومطار الحديدة بعد أن دخلوا في الأمس بيت الفقيه رؤيا، وكما توصل إلينا من أخبار مؤكدة بأن هناك نزوح وهروب جماعي لميليشيات الحوثة، وإن شاء الله لن تتم ليلة العيد إلا وقد اقتحمت محافظة الحديدة بشكل كامل، ويصبح العيد عيدين إن شاء الله بدعم وتغطية جوية من قوات التحالف العربي وبرجال المقاومة الباسلة. معركة الساحل الغربي دخلت اليوم مرحلة جديدة بعد تحقيق انتصارات كبيرة في مناطق استراتيجية بالقرب من مطار الحديدة حققتها القوات المشتركة بإشراف مباشر من قوات الإماراتية المشاركة ضمن التحالف العربي، لا سيما بعد سعي مدافع بارجات التحالف العربي بشن هجمات أدت إلى تدمير عدد الإنقلابيين. الهجوم الذي تقوم فيه وحداتنا وقواتنا الجيش الوطني تقوم بهجوم شرس وقوي على كل الجبهات، حتى جبهة محافظة صعدة وجبهة تعز وكل الجبهات، وبإذن الله تعالى يكون في صنعاء اللقاء الختامي. من جهة أخرى تواصل القوات الوطنية تقدمها في محافظة تعز وصعدة والبيضاء مكبدة ميليشيا الحوثي الإنقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح تحت غطاء جوي من قبل مقاتلات التحالف العربي، وتأتي هذه الانتصارات بتزامن مع انتصارات جبهة الساحل الغربي. التقدم صوب مطار الحديدة لدحر الإنقلابيين يبدو الآن في متناول القوات المشتركة بإشراف مباشر من القوات الإماراتية وإسناد جوي وبحري، وذلك ما تؤمنه طائرات وبارجات التحالف العربي. مازن الشعبي لأخبار الدار عدن.